اوكي يا شباب يا بنات، بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدا اليوم ان شاء الله الوحده رقم 2. اوكي، الصوت واضح اعتقد، الصوت واضح يا بنات يا شباب، الصوت واضح. اوكي نبدا. اذا قلت الوحده رقم 2. الوحده رقم 2، في هذه الوحده سوف نتناول موضوع تصنيف المخاطر. اوكي، وتصنيف المخاطر المقصود فيها هنا يعني تقسيم المخاطر. وبالنسبه للوحده رقم 2 يا شباب يا بنات، راح ندرس مع بعض نوعين من المخاطر او مجموعتين من المخاطر. المجموعه الاولى هي ما يسمى بالاخطار المعنويه والاقتصاديه، والمجموعه الثانيه هي ما يسمى بالاخطار العامه والاخطار الخاصه. اوكي، وبعدين راح نشوف يا شباب يا بنات في المجموعة الأولى ما هي الأخطار التي تؤمن وما هي الأخطار التي لا تؤمن، وفي المجموعة الثانية نفس الشيء راح نشوف ما هي الأخطار التي تؤمن وما هي الأخطار التي لا تؤمن. نبدأ بالمجموعة الأولى اللي هي الأخطار المعنوية والأخطار الاقتصادية. هنا أمامكم رسم بياني يوضح التقسيم الأول. فالأخطار المعنوية والأخطار الاقتصادية يا شباب وبنات تنقسم إلى المخاطر المعنوية وتنقسم إلى المخاطر الاقتصادية. بالنسبة للمخاطر المعنوية عادة ترفض شركة تأمين تأمينها. قلت عادة يا شباب ويا بنات، قلت عادة ترفض شركة تأمين تأمينها. ليش؟ لأنه المخاطر المعنوية عادة غير قابلة للقياس، وأي خطر غير قابل للقياس بالنسبة لشركة تأمين لا يؤمن. فبالتالي المخاطر المعنوية غير قابلة للتأمين، وسبب عزوف شركة التأمين عن تأمين المخاطر المعنوية لأنها غير قابلة للقياس. هذا هو السبب اللي خلي شركة تأمين ترفض تأمين المخاطر المعنوية. لما نقول المخاطر المعنوية يا شباب، قلت عادة يعني في الأغلب، لكن راح نشوف فيما بعد انه في مخاطر معنويه وتؤمن. اوكي، القسم الثاني المخاطر الاقتصاديه. بالنسبه للمخاطر الاقتصاديه راح تنقسم الى مخاطر المضاربه والمخاطر الصافيه. المخاطر المضاربه يا شباب ويا بنات، نفس الشيء، المخاطر المضاربه ترفض شركه تامين تامينها، والسبب ليش؟ لانه مخاطر المضاربه يا شباب من الصعب جدا اني نقدر نتنبا بمدى الربح والخساره فيها. والمقصود بمخاطر المضاربه يا شباب يا بنات، نسميها مخاطر المضاربه او نسميها في بعض الحالات نسميها المخاطر التجاريه. المقصود بمخاطر المضاربه او المخاطر التجاريه كل تجاره فيها تذبذب اسعار بصفه كبيره جدا، مثل التجارة في الأسهم. التجارة في الأسهم تسمى بنوع من مخاطر المضاربة، واستحالة أو صعب جدا أن نلقى شركة تأمين تؤمن مخاطر المضاربة. ليش؟ لأنه صعب جدا أن نحدد الربح أو الخسارة في مخاطر المضاربة. يعني في إمكانية أنك تسوي أرباح كبيرة جدا، وفي إمكانية أنك تخسر. فبالتالي بما أنه مخاطر المضاربة هذه صعب جدا التنبؤ بمدى الربح فيها وبمدى الخسارة فيها، فبالتالي ترفض شركة التأمين أن تؤمنها. النوع الثاني هي المخاطر الصافية. المخاطر الصافية يا شباب ويا بنات كلها قابلة للتأمين. والمخاطر الصافية هذه تنقسم إلى مخاطر المسؤولية المدنية، مخاطر الممتلكات، والمخاطر الشخصية. بالنسبة للمخاطر المسؤولية المدنية بمعنى تلك الأخطار التي يقوم بها المؤمن له والمتضرر هو شخص آخر في بدنه أو في جسمه أو في ممتلكاته. هنا في المملكة العربية السعودية يا شباب وبنات نسميها ضد الغير، سموها أنتم ضد الغير.
واضح؟ هذه مخاطر المسؤولية المدنية، بمعنى أي خطر يقوم بها المؤمن له، لكن المتضرر هو شخص آخر في بدنه أو ممتلكاته. يعني أنت لما تصدم سيارة ثانية وتتسبب في خسارة للسيارة الثانية، فهنا يسمى بمخاطر المسؤولية المدنية. مخاطر الممتلكات، مخاطر الممتلكات يا شباب ويا بنات يعني تلك الأخطار التي تصيب ممتلك الفرد، ممتلك الشخص، بمعنى ممتلك كل شيء تمتلكه أنت. مثال البيت هو من الممتلكات، لو صار حريق في البيت يسمى بمخاطر الممتلكات. السرقة هي من بين مخاطر الممتلكات، ليس لأنه قد تصيب السيارة أو قد تصيب البيت أو قد تصيب المحل. أوكي، يعني أي خطر يصيب ممتلك الفرد. إيش أنت الشيء اللي تمتلكه إيش هو؟ أنت تمتلك البيت، تمتلك السيارة، تمتلك اللابتوب، تمتلك المحل، تمتلك كذا وكذا وكذا. إذا صار خطر في هذه الممتلكات، الخطر هذا يسمى بمخاطر الممتلكات. بالنسبة للمخاطر الشخصية، يعني المخاطر الشخصية هي تلك الأخطار التي تصيب الشخص، تصيب الفرد، ولا تصيب الممتلك، وإنما تصيب الفرد. بمعنى يا شباب أمثل على ذلك، المرض يصيب الفرد، الوفاة تصيب الفرد، الشيخوخة تصيب الفرد، البطالة تصيب الفرد، العجز يصيب الفرد الإنسان. يعني هذه كلها تسمى بمخاطر شخصية، أي خطر يصيب الإنسان يا شباب يا بنات، ولا يصيب الممتلك، مثل الوفاة، الشيخوخة، المرض، العجز، البطالة، كلها تسمى بمخاطر الشخصية. راح نفسر هذا نقطة بنقطة. أوكي، الأخطار المعنوية إيش يقول لك هنا بالنسبة للأخطار المعنوية؟ يعني الأخطار المعنوية هي تلك الأخطار التي لا تتسبب في خسارة مادية بصورة مباشرة، وإنما بصورة غير مباشرة. على سبيل المثال يا شباب ويا بنات، مثال الحزن هو خطر معنوي. أوكي، ولا يمكن أن نقيس الحزن، استحالة أن نقدر نقيس الحزن. أوكي، فالحزن مثلا هو خطر معنوي لا يتسبب في خسارة مادية بصورة مباشرة، وإنما بصورة غير مباشرة. والمخاطر المعنوية هذه لا تخضع إلى مبدأ التقييم والقياس، فبالتالي ترفض شركة تأمين هذه المخاطر المعنوية. احنا قلنا في استثناءات يا شباب ويا بنات، في استثناءات. مثلا من ضمن الأخطار المعنوية التي تقبل شركة تأمين أن تؤمنها، مثال خطر الحياة. ففي شركة تأمين نجد عقود التأمين على الحياة. أوكي، عقود التأمين على الحياة. أو مثال خطر الوفاة نجد لدى شركة تأمين عقود تأمين على الوفاة. هذه مخاطر معنوية لكن قابلة للقياس، فنلقى أن شركة التأمين تقبل أن تؤمن هذه المخاطر. يعني يا شباب كتلخيص أرجى منكم يا شباب يا بنات، كتلخيص، معظم أو أغلب المخاطر المعنوية غير قابلة للقياس، وسبب عزوف شركة التأمين عن تأمين هذه المخاطر ليش؟ لأنها غير قابلة للقياس. بما أنها غير قابلة للقياس فلا تؤمن المخاطر المعنوية، أغلبها لا تؤمن، باستثناء مثلا كما قلت لكم خطر الحياة والوفاة هي من المخاطر المعنوية وتقبل شركة التأمين أن تؤمنها. بالنسبة للمخاطر الاقتصادية، قلنا المخاطر الاقتصادية يا شباب ويا بنات هي تلك الأخطار التي تتسبب في خسارة مادية أو مالية أو اقتصادية للفرد أو للمجتمع. وهذه المخاطر مثل الحريق، صح؟ وهذه المخاطر الاقتصادية يا شباب يعني تقبل شركة التأمين أن تؤمنها عادة. وتنقسم المخاطر الاقتصادية هذه تنقسم إلى نوعين، تنقسم إلى أخطار المضاربة، وتنقسم إلى الأخطار الصافية. أوكي، تنقسم إلى نوعين، الأخطار المضاربة
الاخطار الصافيه. بالنسبه للاخطار المضاربه ايش يقول لك؟ نسميها يا شباب اخطار مضاربه او نقدر نسميها الاخطار التجاريه. يعني هنا اخطار مضاربه كما قلت لكم يا شباب، يعني صعب جدا على الانسان ان يتنبأ بمدى الربح فيها او الخساره. اوكي، ومثال على ذلك اي انسان فينا لو يبغى يستثمر في سوق الاوراق الماليه او في الاسهم فتسمى هذه باخطار المضاربه. اوكي، تسمى باخطار المضاربه. وليش شركه التامين ترفض ان تؤمن هذه الاخطار؟ ترفض شركه التامين ان تؤمن هذه الاخطار لانه صعب جدا علينا ان نحدد او ان نتنبأ او ان نعرف مدى الربح او الخساره فيها. مخاطر المضاربه، فبالتالي يعني هنا نقدر نقول انه مخاطر المضاربه لا تؤمن. النوع الثاني هي الاخطار الصافيه. بالنسبه للاخطار الصافيه يا شباب يا بنات، نتيجتها يا اما ربح او عفوا يا اما خساره او عدم خساره. بالنسبه للاخطار الصافيه نتيجتها يا اما خساره او عدم خساره. بمعنى لو انت مأمن البيت ضد خطر الحريق، لو صار حريق فبالتالي النتيجه راح تكون في خساره، لو ما فيش حريق النتيجه راح تكون عدم وجود خساره. على عكس يا شباب يا بنات، على عكس الاخطار المضاربه. اخطار مضاربه نتيجتها يا اما ربح او خساره. ليش؟ لانه اذا ربح شخص تاكد انه في شخص ثاني قد خسر، والعكس صحيح. فبالتالي اخطار مضاربه نتيجتها يا اما ربح او خساره. الاخطار الصافيه لا، الاخطار الصافيه نتيجتها يا اما خساره او عدم خساره. يعني لو صار الخطر، لو صار الحادث في خساره، لو ما صارش الحادث او لم يقع الحادث بالطبع ما فيش خساره. وهذه الاخطار في عده انواع، منها مثال الحريق، السرقه، حادث سياره، كلها تسمى باخطار الصافيه. اوكي، وهذه الاخطار الصافيه تنقسم الى ثلاثه انواع: اخطار شخصيه، اخطار ممتلكات، واخطار المسؤوليه المدنيه. بالنسبه للاخطار الشخصيه، هنا امامكم يا شباب يا بنات في جدول، هذا الجدول يعطيني عده انواع من الاخطار الشخصيه واثارها على الفرد. مثال: المرض هو نوع من الاخطار الشخصيه. لو صار المرض، لو انسان اصيب بمرض ما يترتب على ذلك فقدانه للعمل ومصاريف العلاج بالطبع. يعني اثار المرض على الانسان ايش هي؟ مصاريف العلاج، وبالطبع راح يفقد العمل. مثال اخر: البطاله. البطاله هنا يا شباب، الانسان لما يكون يشتغل ولظرف ما مثلا اعاقه او حادث يصبح غير قادر على الشغل فيدخل في بطاله تسمى بالبطاله الخاصه، تسمى بالبطاله الخاصه. واذا انسان يعني اصيب بخطر البطاله الخاصه يترتب عليها فقدان الدخل. الأمثلة مطلوب أن تحفظها بالطبع. الشيخوخة يترتب عنها عدم القدرة على العمل. الشيخوخة يعني يصبح الإنسان يا شباب ويا بنات يعني كبير في السن ويصبح غير قادر عن العمل. أوكي، هذا المقصود به الشيخوخة، يعني يترتب عليها يعني عدم القدرة على العمل. وبالطبع إذا أصبح الإنسان غير قادر على العمل فبالتالي سيفقد الدخل. الوفاة. الوفاة هنا يا شباب يعني هي تترتب عليها اثارها، يترتب عليها ايش؟ خسارة مادية وخسارة معنوية. الخسارة المادية متمثلة في اذا كان الانسان يشتغل وعنده راتب يا شباب، اذا توفي بالطبع راح ينقطع الراتب، هذه خسارة مادية. وبالطبع الخسارة المعنوية متمثلة في ايش؟ متمثلة في اصابة العائلة بالحزن. يعني جميع افراد العائله راح يصيبهم الحزن، هذه تسمى بخساره معنويه. هذه بعض
الامثله على الاخطار الشخصيه، هذه بعض الامثله من الاخطار الشخصيه. ننتقل الى اخطار الممتلكات. قلنا يا شباب اخطار الممتلكات هي جميع الاخطار التي تصيب ممتلك الفرد، تصيب ممتلك الفرد ولا تصيب الشخص. واخطار الممتلكات هذه عندما تصيب ممتلك الفرد تنتج عنها ايش؟ هلاك الاصل او تلفه او النقص في استعماله. يعني اخطار الممتلكات هذه لو صار حريق في المنزل يا شباب، لو صار حريق في البيت والبيت فيه اثاث واتلف بعض الاثاث او جزء من الاثاث داخل البيت اتلف، فاصبح الانسان غير قادر على استعمال الاثاث بنفس الكفاءه في السابق قبل وقوع الحريق. يعني خطر الممتلكات اذا اصيب ممتلك من الممتلكات بخطر الممتلكات راح يؤدي الى اما هلاك الاصل او الى تلفي او الى نقص استعماله بنفس الكفاءة في الماضي. امثلة على اخطار الممتلكات، مثال الحريق من اخطار الممتلكات، مثال السرقة من اخطار الممتلكات، مثال الضياع من اخطار الممتلكات. نعطيكم هنا في مثال بسيط هنا، يقول لك في صورة ما مثلا لو نأخذ صاحب التاكسي، بالطبع صاحب التاكسي يا شباب يا بنات مدخله الوحيد هو تلك السيارة. اذا صاحب التاكسي هذا سوى حادث راح تنتج عن الحادث، راح ينتج عليه ايش؟ راح ينتج عن الحادث خسارة مباشرة وخسارة غير مباشرة. الخسارة المباشرة تتمثل في مصاريف اصلاح السيارة والبطالة للسائق، هذه تسمى بخسارة مباشرة. والخسائر الغير مباشرة بالطبع هو عدم استخدام السيارة لفترة معينة. طيلة فترة الاصلاح هذه سوف يتوقف السائق عن الشغل، فتسمى هنا بخسارة غير مباشرة. بالنسبة لأخطاء المسؤولية المدنية، المقصود بأخطاء المسؤولية المدنية، المقصود بأخطاء المسؤولية المدنية قلت لكم يا شباب هي تلك الأخطاء التي يقوم بها المؤمن له ويتسبب في ايش؟ في أضرار أو إصابة الغير بضرر مادي في شخصه أو ممتلكاته. قلت لكم هنا يا شباب في المملكة نسميه تأمين ضد الغير. ضد الغير هذا هي يعني المسؤولية المدنية. يعني كل إنسان، مثال نعطيكم مثال، المقاول هو المسؤول الأول والأخير على مثال إنشاء المنازل أو الطرقات أو الجسور أو الكوبري. اوكي، او الاطباء، اخطاء الاطباء. يعني طبيب لما يسوي عمليه ولا قدر الله يعني تؤدي الى وفاه الشخص او تؤدي الى اعاقه الشخص، هذا الخطا قام به الطبيب. المتضرر هو المريض في شخصه في بدنه. اوكي، فتسمى هنا باخطاء المسؤوليه المدنيه. يعني خطر المسؤوليه المدنيه، خطر المسؤولية المدنية يعني أن المؤمن له هو السبب في وقوع خسارة أو السبب في وقوع ضرر مادي في شخصه أو ممتلكاته للغير. هذا المقصود بأخطاء المسؤولية المدنية. يعني أنت لما تكون عندك سيارة وتسير في الطريق وتصدم شخص مترجل مثال، ولما صدمته يعني توفي هذا الشخص او اصيب ببعض الكسور، فانت المسؤول عن اصابه ذلك الشخص، فتسمى باخطاء المسؤوليه المدنيه. هذه هي الانواع من الاخطاء يا شباب. يعني هنا كالمجموعه الاولى، المجموعه الاولى هي قلنا على الاخطاء المعنويه والاقتصاديه. المجموعه الاولى تنقسم الى الأخطار المعنوية تنقسم إلى أخطار الاقتصادية. الأخطار المعنوية لا تؤمن. بعدين الأخطار الاقتصادية تنقسم إلى أخطار مضاربة وأخطار صافية. أخطار مضاربة قلنا ترفض شركة التأمين أن تؤمنها. والأخطار الصافية جميعها قابلة للتأمين. والأخطار الصافية تنقسم إلى أخطار مسؤولية مدنية، تنقسم إلى أخطار ممتلكات، وتنقسم إلى أخطار الشخصية، وكلها قابلة
وكلها قابلة للثانية. أوكي. النوع الثاني أو المجموعة الثانية نسميها الأقطار العامة والأقطار الخاصة. الأقطار العامة والأقطار الخاصة. وهذه الأقطار تنقسم إلى أقطار عامة وتنقسم إلى أقطار خاصة. الأقطار العامة أو نسميها نفس الشيء يا شباب، نطلق عليها تسمية الأقطار الأساسية. نسميها الأقطار العامة أو الأقطار الأساسية، نفس التسمية يا شباب، نفس التسمية. الأقطار العامة أو الأقطار الأساسية، نفس التسمية. الأقطار العامة المقصود فيها، المقصود فيها هي تلك الأقطار التي تصيب المجتمع والبلد بالكامل. أوكي. الأقطار العامة أو الأقطار الأساسية هي تلك الأقطار التي تصيب المجتمع، تصيب الدولة بالكامل. مثال الزلازل، مثال الفيضانات، مثال الأعاصير. فبالتالي الأقطار العامة نقدر نسميها يا شباب هي تلك أقطار الكوارث الطبيعية. مثال أقطار الكوارث الطبيعية تسمى بالأقطار العامة أو الأقطار الأساسية. ومعظم أو أغلب شركات التأمين ترفض أن تؤمن الأقطار العامة. يعني الأقطار العامة أو الأقطار الأساسية يا شباب ويا بنات لا تؤمن شركات أو لا تؤمن شركات التأمين عادة ضدها. هذه تسمى بالأقطار العامة. وهنا شو يقول لك في حالة حدوث الأقطار العامة فإنها تعرض البلاد لمخاطر كبيرة، وهو ما يفسر عزوف شركات التأمين للتأمين عنها. يعني ليش؟ لأنه خسائر يا شباب يا بنات، الخسائر، خسائر الأقطار العامة عادة تكون عالية جدا. يعني البلد لو صار زلزال في بلد ما خسائره راح تكون عالية، لو صار إعصار راح الخسائر راح تكون عالية، لو صار فيضانات الخسائر راح تكون عالية. فنجد أن شركة التأمين ترفض عادة تأمين هذه الأقطار. وبالنسبة للأقطار الخاصة، بالنسبة للأقطار الخاصة يا شباب ويا بنات هي عكس الأقطار العامة. هي تلك الأقطار التي تصيب الفرد ولا تصيب المجتمع. يعني تصيب إنسان أو مجموعة صغيرة من الأفراد ولا تصيب المجتمع بالكامل. أوكي. والأقطار الخاصة هذه تؤمن عليها شركات التأمين، تقبل أن تؤمن على الأقطار الخاصة. مثال على ذلك خطر الحريق أو خطر السرقة، كلها تسمى بأقطار خاصة. أو حتى المرض يسمى بالأقطار الخاصة، أو البطالة تسمى بأقطار الخاصة. ليش؟ لأنها تصيب الفرد ولا تصيب المجتمع بالكامل ولا تصيب الدولة بالكامل. أوكي. وتقبل شركة التأمين أن تؤمن عادة ضد الأقطار الخاصة. يعني كتلخيص يعني هنا درسنا تصنيف المخاطر، وقلنا المخاطر تقسم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى سميناها الأخطار المعنوية والأخطار الاقتصادية. المجموعة الأولى هذه تنقسم إلى أخطار معنوية لا تؤمن شركة التأمين عليها، وتنقسم إلى الأخطار الاقتصادية. الأخطار الاقتصادية تنقسم إلى أخطار مضاربة ولا تؤمن عليها شركة التأمين، وتنقسم إلى الأخطار الصافية. الأخطار الصافية تؤمن عليها شركات التأمين. بالنسبة للمجموعة الثانية الأقطار العامة الخاصة، قلنا الأقطار العامة عادة ترفض شركة التأمين أن تؤمن عليها. ليش؟ لأنه خسائرها أو نتائجها يعني راح تكون خسارة عالية جدا وتصيب المجتمع بالكامل بخسائر. بينما الأقطار الخاصة تقبل شركة التأمين أن تؤمنها. ليش؟ لأنها تصيب فرد أو مجموعة صغيرة من الأفراد ولا تصيب المجتمع بالكامل. هذا بالنسبة للوحدة رقم 2 يا شباب يا بنات. ننتقل للوحدة رقم 3. نفس الشيء، هي وحدة يعني قصيرة، يعني ليست بالوحدة طويلة. الوحدة رقم 3 عنوانها العوامل المساعدة للخطر. يعني ايش العوامل المساعدة للخطر يا شباب ويا بنات؟ يعني في عدة عوامل تزيد من احتمال وقوع الحادث. فهذه العوامل تسمى بعوامل مساعدة للخطر. اوكي. يعني الخطر راح تكون فيه هناك
عوامل تساعد على وقوعه، تزيد من نسبة وقوعه، تزيد من درجة الخطورة، فتسمى بعوامل مساعدة لوقوع الخطر. وهذه العوامل تنقسم يا شباب ويا بنات إلى عوامل مساعدة موضوعية، وتنقسم إلى عوامل مساعدة أخلاقية. بالنسبة للعوامل المساعدة الأخلاقية تنقسم إلى عوامل مساعدة أخلاقية إرادية وعوامل مساعدة أخلاقية غير إرادية. فبالتالي كمحتويات هذه الوحدة، كمحتويات هذه الوحدة راح نشوف في العنصر الأول يعني إيش العوامل المساعدة الموضوعية، وراح نشوف العنصر الثاني العوامل المساعدة للخطر الأخلاقية، وكعنصر ثالث راح نشوف عدة أو أربعة مصطلحات لها علاقة بالخطر. فهنا في المقدمة يقول لك أنه العوامل المساعدة هذه هي تلك العوامل التي تزيد في احتمال وقوع الحادث أو في احتمال وقوع الخطر. وهذه العوامل نقدر نقسمها إلى ثلاثة أنواع. هناك عوامل مساعدة موضوعية أو نسميها عوامل مساعدة مادية، هناك عوامل مساعدة أخلاقية إرادية، وهناك عوامل مساعدة أخلاقية لا إرادية يعني غير إرادية. وراح نتناول هذه العناصر عنصر بعنصر. بالنسبة للعوامل المساعدة الموضوعية أو المادية يا شباب ويا بنات، هذه العوامل شو يقول لك؟ هي جميع العوامل التي ترتبط بالشيء موضوع التأمين وتزيد في نسبة وقوع الخطر. يعني يا شباب ويا بنات، لو أنت عندك البيت وتبغى تأمن بيتك ضد خطر الحريق، وهذا البيت يا شباب ويا بنات هذا البيت بجنبه محطة بنزين، محطة البنزين هذه تسمى بعامل مساعد موضوعي او عامل مساعد مادي. ليش؟ لانه راح تزيد في نسبة وقوع الحريق. العوامل المساعدة الموضوعية يا شباب ويا بنات هي تلك العوامل التي ترتبط بالشيء موضوع التأمين او الشيء موضوع خطر. المقصود بالشيء موضوع التأمين او الشيء موضوع خطر يا شباب يعني الشيء اللي انت تبغى تأمنه. ايش تبغى تأمن؟ تبغى تأمن البيت، تبغى تأمن السيارة، تبغى تأمن المحل. فالسيارة، البيت، المحل يسمى به موضوع الخطر، الشيء موضوع الخطر أو الشيء موضوع التأمين. راح نشوف هذا الشيء موضوع التأمين هذا ما هي العوامل التي تزيد في نسبة وقوع الحادث. كل العوامل التي تزيد في نسبة وقوع الحادث تسمى بعوامل مساعدة موضوعية أو تسمى بعوامل مساعدة مادية. وهنا أعطيناكم عدة أمثلة شباب، أمامكم هنا عدة أمثلة. مثال مبنى مستخدم لصناعة المواد الكيميائية، مبنى مستخدم لصناعة القطن، أوكي، مبنى مستخدم لصناعة المواد المنتهبة، كلها يا شباب ويا بنات هذه تسمى بعوامل سلبية تزيد احتمال وقوع خطر. كلها هذه نقدر نسميها بعامل مساعد موضوعي، نقدر نسميها بعامل مساعد موضوعي. بالنسبة للعوامل المساعدة الأخلاقية الإرادية، عوامل مساعدة أخلاقية إرادية، هذه العوامل يا شباب يعني تلك العوامل التي يقوم بها الإنسان عنوة وبصفة إرادية ومتعمد، وهي ترتبط بخصائص الشخصية للمؤمن له، وهي ترتبط بالخصائص الشخصية للمؤمن له. يعني العوامل المساعدة الأخلاقية الإرادية لها علاقة كبيرة بخصائص الشخصية المؤمن له. مثال كميله للعنف، كميله للسرقة، كميله للتهور إلى آخره إلى آخره، كميله للقتل، كلها تسمى بعوامل مساعدة أخلاقية إرادية. ليش؟ لأنه الإنسان يقوم بها متعمد بمحض إرادته، فتسمى بعوامل مساعدة أخلاقية إرادية. عوامل مساعدة أخلاقية إرادية. مثال على ذلك مثلا افتعال الحادث، الميل إلى زيادة حجم الخسارة، كلها هذه تسمى بعوامل مساعدة أخلاقية إرادية. وعادة ترصد شركة التأمين تعويض الخسارة التي يكون سببها عامل مساعد أخلاقي إرادي. بمعنى يا شباب
لو انت عديت اشاره حمراء وسويت حادث، في هذه الحاله شركه التامين راح ترفض انها تعطيك التعويض، لانه هذا يسمى بعمل اخلاقي ارادي. النوع الثاني هي عوامل مساعده اخلاقيه غير اراديه. عوامل مساعده اخلاقيه غير اراديه، يعني الانسان يقوم بها يا شباب يعني بصفه عفويه وغير متعمد. اوكي، يعني هنا مفهوم ايش يقول لك؟ العوامل المساعده الاخلاقيه الاراديه الغير اراديه هي نتيجه لمعرفه المؤمن له بان شركه التامين سوف تتحمل الخسائر في صوره وقوع حادث، والتي تؤدي بالمؤمن له الى الاهمال وعدم الانتباه النسبي. بمعنى يا شباب نفسر، راح نوضح. العوامل المساعده الاخلاقيه الغير اراديه، قلنا انه الانسان لما يكون مأمن على سيارته مثلا، يعلم كل العلم انه عندما تقع الخساره شركه التامين راح تعطيه تعويض على تلك الخساره، فينتابه شيئا من الاهمال وعدم الانتباه النسبي. يعني ما راح يحافظ على السياره مثل شخص اخر مثلا غير مؤمن على سيارته. لا، ليس لما يعمل حادث متعمد، لا، لو سوى حادث متعمد تسمى باخطار عوامل مساعده اخلاقيه اراديه. غير متعمد، ايوه غير متعمد. الحادث او الخطر اللي قام به المؤمن له هو غير متعمد. غير متعمد يا شباب، بطريقه عفويه. لم يقصد انه يستعمل الحادث، لم يقصد. تسمى بعوامل مساعده اخلاقيه لا اراديه او غير اراديه. اوكي، مثلا قلت مثلا كالاهمال او عدم الانتباه النسبي، هذه تسمى بعوامل مساعده اخلاقيه لا اراديه او غير اراديه. يعني كتلخيص يا شباب يا بنات، الرجاء الانتباه، هنا في ثلاثه انواع من العوامل المساعده. هناك عوامل مساعده اخلاقيه، عوامل مساعده موضوعيه او ماديه، وهي تلك العوامل التي ترتبط بالشيء موضوع التامين. وهناك عوامل مساعدة أخلاقية إرادية. وهناك عوامل مساعدة أخلاقية إرادية، هي تلك العوامل التي ترتبط بخصائص الشخص المؤمن له، مثلا كميله إلى العنف أو إلى السرقة أو إلى القتل أو، هذه تسمى بعوامل مساعدة أخلاقية إرادية. يعني يا شباب يا بنات، يقوم بها الإنسان متعمد وبمحض إرادته. وهناك عوامل مساعدة أخلاقية غير إرادية، يعني يقوم بها الانسان بصفه عفويه وغير متعمد. اوكي، مثلا يقول لك الاهمال وعدم الانتباه النسبي، الاهمال وعدم الانتباه النسبي هذه تسمى بعوامل مساعده اخلاقيه غير اراديه. بالطبع لو الشخص، بالطبع يا شباب يا بنات، لو الشخص سوى حادث والحادث هذا يعني غير متعمد، اوكي، فشركه التامين راح تتحمل الخساره وراح تعطيه تعويض. بالطبع يعني يا شباب يا بنات، الخساره التي تنتج عن العوامل المساعده الاخلاقيه الاراديه لا يقع تعويضها، والخساره التي تنتج عن العوامل المساعده الاخلاقيه اللا اراديه يتم تعويضها. اوكي، وهنا النقطه المواليه راح نشوف يا شباب أهمية هذه العوامل. لا، الكذب هذا خطر أخلاقي إرادي، هذا الكذب خطر أخلاقي إرادي. فشركة التأمين لو تعلم بيك أنك كذبت على في الحادث، ما راح تعطيك التعويض. تظهر أهمية هذه العوامل يا شباب يا بنات، هذه العوامل هي التي تعطينا قرار الشركة هل تقبل أو ترفض تأمين ذلك الشيء. العوامل هذه تنزل أسئلة يا شباب يا بنات، هذه تنزل أسئلة. أهمية العوامل المساعدة، أهمية العوامل المساعدة لوقوع الخطر، تحدد، هي التي تحدد قرار الشركة هل تقبل أو ترفض تأمين ذلك الشيء. يعني يا شباب، لو أنت رحت علشان تأمن البيت ضد خطر الحريق،
لما تعلم شركة التأمين أن هذا البيت بجواره محطة بنزين، في هذه الحالة شركة التأمين لها الحق، لها الحق أنها ترفض تأمين البيت. ليش؟ لأنه البيت بجنبه عامل مساعد موضوعي راح يزيد في نسبة وقوع الحريق. فبالتالي تظهر أهمية العوامل المساعدة لوقوع الخطر، تظهر في أنها كونها هي التي تحدد قرار الشركة تأمين أو عدم تأمين ذلك الشيء. فالعنصر الموالي وهو العنصر الأخير، مصطلحات ومفاهيم لها علاقة بالخطر. بالنسبة لهذه المصطلحات يا شباب ويا بنات، يعني في أربع مصطلحات مهمة لها علاقة بالخطر. في أربع مصطلحات مهمة لها علاقة بالخطر. الأربع مصطلحات هذه يا شباب ويا بنات لا بد على الطالب، لو سئلتم عليها يا شباب ويا بنات، لو سئلتم عليها لا بد أنك ترتبها بالترتيب. المصطلح الأول والثاني والثالث والرابع لا بد أن تكون مرتبة. المصطلح الأول يا شباب هو احتمال وقوع الخسارة، هذا هو المصطلح رقم واحد، احتمال وقوع الخسارة. بعد المصطلح رقم واحد يجي المصطلح رقم اثنين، مصدر الخطر. بعد مصدر الخطر يجي الحادث، بعد الحادث راح يجي مصطلح الخسارة. ليش بالترتيب يا شباب؟ ليش بالترتيب؟ لأنه استحالة أني نقدر نتحدث عن خسارة لو ما فيش حادث. استحالة أني نقدر نتحدث على الحادث لو ما فيش مصدر الخطر، واستحالة أني نقدر نتحدث عن مصدر الخطر لو ما فيش احتمال وقوع الخسارة. راح نأخذ هذه المصطلحات واحدة بواحدة يا شباب. المصطلح الأول احتمال الخسارة، إيش المقصود باحتمال الخسارة؟ المقصود باحتمال الخسارة يا شباب يعني عدد المرات التي يمكن أن يتكرر فيها الحادث، هذا هو المقصود باحتمال الخسارة، يعني الحادث أو الخسارة كم من مرة سوف تتكرر. أوكي، هذا المقصود باحتمال وقوع الخسارة. وهنا في هذا الموضوع نقدر نقسم إلى اثنين، في احتمال موضوعي وفي الاحتمال العشوائي. احتمال خسارة ينقسم يا شباب إلى الاحتمال الموضوعي وإلى الاحتمال العشوائي. الاحتمال الموضوعي يا شباب يا بنات هو عبارة عن تقدير شخصي وغير قابل للقياس. الاحتمال الموضوعي يا شباب يا بنات غير قابل للقياس. الاحتمال الموضوعي غير قابل للقياس، ليش؟ لأنه حسب تقديرات كل شخص فينا، حسب تقديرات، يعتمد على تقدير شخصي. أوكي، تقدير شخصي للحالة، فكل شخص راح يقدر الحالة بصفته الخاصة أو بنظرته الخاصة لذلك الشيء. فبالتالي هنا الاحتمال الموضوعي هو تقدير شخصي وغير قابل للقياس. بالعكس الاحتمال العشوائي يعرف بأنه عدد المرات التي يتكرر فيها الحادث في المدى الطويل وهو قابل للقياس. الخطر العشوائي يا شباب يا بنات قابل للقياس. يعني هنا لو سئلتم يا شباب يا بنات، لو سئلتم ما هو الفرق بين الاحتمال الموضوعي والاحتمال العشوائي، الإجابة راح تكون بهذه الشكل: الاحتمال الموضوعي غير قابل للقياس، بينما الاحتمال العشوائي قابل للقياس. والاحتمال العشوائي يا شباب قلنا هو عدد المرات التي يتكرر فيها الحادث. أوكي، وهنا نعطيكم قانون الاحتمال. شو يقول لك قانون الاحتمال؟ مثال احتمال وقوع الحريق هو عدد المنازل التي احترقت على العدد الجملي للمنازل. هذا هو قانون الاحتمال يا شباب يا بنات. يعني لو تبغى انت مثلا تحسب احتمال وقوع حادث سير، راح تحسب كم من سيارة سوت حادث تقسيم عدد السيارات الاجمالي المؤمن عليها. اوكي، نعطيكم انا مثال يا شباب، نعطيكم مثال. اذا شركة التأمين لديها 200,000 سيارة مؤمن عليها، ال 200,000 سيارة هذه في 2,000 سيارة
سوت حادث. الاحتمال وقوع الحادث راح يكون 2000 تقسيم 200,000. يعني الاحتمال يعني هنا الاحتمال راح يصير 2000 تقسيم 200,000 سيارة، يعني راح يجي 0.01. هذا احتمال وقوع حادث. اوكي، لو شركة تأمين، لو شركة تأمين لديها 200,000 سيارة مؤمن عليها، ومن بين ال 200,000 سيارة هذه في 2000 سيارة سوت حادث، احتمال وقوع الحادث هو 2000 على 200,000، يعني عدد السيارات اللي سوت حادث على عدد السيارات الإجمالي راح نلقى 0.01. هذا يسمى باحتمال وقوع حادث سير، هذا يسمى باحتمال وقوع حادث سير. المصطلح الثاني هو مصدر الخطر. يا شباب ويا بنات، المقصود بمصدر الخطر يعني سبب وقوع الحادث، الشيء الذي أدى إلى وقوع الحادث، هذا المقصود بمصدر الخطر، يعني السبب الأساسي أو السبب الرئيسي لوجود الخطر. اوكي، هذا ما يسمى بمصدر الخطر. مثال هنا امثل على ذلك، عدم التقيد بمراعاه شروط السلام والامن هذا يسمى بسبب يؤدي الى حريق او السرقه. الاهمال هو السبب في حاله الخطر المسؤوليه المدنيه. نعطيك انا مثال اخر يا شباب يا بنات، استعمال الهاتف الجوال عند القياده هذا سبب، هذا مصدر من الخطر يؤدي الى حادث سير. اوكي، يعني هاي نقسم الصغير على الكبير، ليس الكبير على الصغير يا شباب، نقسم الصغير العدد الصغير على العدد الكبير، نقسم العدد الصغير على العدد الكبير، نلقى الاحتمال، الاحتمال قيمته بين الصفر والواحد، استحالة انك تلقى احتمال اكبر من واحد، واستحالة انك تلقى احتمال سالب. فمصدر الخطر قلت لكم يا شباب يا بنات، مصدر الخطر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث او لوقوع الخطر. اوكي، المصطلح الثالث هو الحادث. بالطبع يا شباب، الحادث ايش يقول لك هنا التعريف؟ الحادث يعرف الحادث بانه التحقق المادي لظاهره من الظواهر الطبيعيه او العامه مما ينتج عنه خساره فعليه. يعني لما يكون في سبب معين ولما يتحقق هذا السبب، لما يتحقق هذا السبب سوف يؤدي الى حادث. بالطبع يعني انت يا شباب يا بنات، لما تقود السياره بسرعه 180 كم في الساعه في طريق محدده السرعه ب 50 كم في الساعه مثال، هذا السبب سوف يؤدي الى وقوع حادث سير. او لما تقود انت سياره وعمال تستعمل في الهاتف الجوال، هذا السبب راح يؤدي الى وقوع حادث. فبالتالي الحادث يا شباب، الحادث ينتج عادة عن وجود سبب لوقوع الخطر. اوكي، هذا ما يسمى بالحادث. مثال على ذلك، الحريق هو مسبب الخطر، وعند تحقق الخطر سيصبح حادث. اوكي، بالنسبة للمصطلح الأخير، الخسارة. بالطبع الخسارة يا شباب يا بنات، الخسارة نتيجة الحادث دائما تيجي خسارة. يعني لما يصير الحادث، نتائج الحادث هي الخسارة. وهنا شو يقول لك؟ الخسارة يقصد بها ايش؟ النقص في قيمة الممتلك أو فنائه، النقص في قيمة الدخل أو زواله، أو زيادة النفقات، والذي قد ينتج من تحقق حادث معين للأشخاص أو ممتلكاتهم. يعني الخسارة هي تلك الخسارة التي تصيب الممتلك. أوكي، وتؤدي إلى فنائه، أو تؤدي إلى النقص، أو تصيب دخل الإنسان وتؤدي إلى زواله أو نقص الدخل، أو تتسبب في زيادة النفقات. أوكي، هذا ما يسمى بالخسارة. وهنا نقدر نقسم الخسارة إلى خسارة كلية وخسارة جزئية. نقدر نقسم الخسارة إلى خسارة كلية وخسارة جزئية. الخسارة الكلية المعروف عليها أنه الضياع التام والضياع الكامل لذلك الشيء. يعني لو سويت حادث وتم إتلاف السيارة بالكامل، يعني ودينا السيارة للتشريح،
اوكي، فتسمى هنا بخسارة كلية. ليش؟ لأنه تم فقدان الشيء موضوع الخطر بالكامل، هذا تسمى بخسارة كلية. الفرق بين الخطر الموضوعي والخطر العشوائي يا شباب، الفرق بين الاحتمال الموضوعي والاحتمال العشوائي، لا، في فرق بين خطر موضوعي واحتمال موضوعي، في فرق بين خطر موضوعي واحتمال موضوعي. الاحتمال الموضوعي غير قابل للقياس، والخطر الموضوعي قابل للقياس. لكن الفرق بين الاحتمال الموضوعي والاحتمال العشوائي، الاحتمال الموضوعي غير قابل للقياس، والاحتمال العشوائي قابل للقياس. وهناك نوع ثاني اسمه خسارة جزئية. خسارة جزئية بالطبع يا شباب هي اسم جزئية، يعني عدم ضياع الممتلك بالكامل، وإنما راح تضيع جزء من الممتلك، راح تضيع جزء من الممتلك وليس الممتلك بالكامل. يعني مثال، لو أنت تسوي حادث سيارة واضح، وكانت الخسائر طفيفة في حدود 5000 ريال، 10000 ريال، أوكي، فتسمى هنا بخسارة جزئية وليست بخسارة كلية. هذا الفرق بين الخسارة الكلية والخسارة الجزئية. الاحتمال الموضوعي غير قابل للقياس، والاحتمال العشوائي قابل للقياس، صح. الاحتمال الموضوعي غير قابل للقياس، والاحتمال العشوائي قابل للقياس. يعني هنا نعيد يا شباب، قلت لكم الخسارة الكلية هي تلك الخسارة التي تتسبب في ضياع بالكامل للشيء موضوع الخطر، والخسارة الجزئية هي تلك الخسارة التي تتسبب في ضياع جزء من الشيء موضوع الخطر وليس بالكامل. اوكي، يعني هذه الوحدة رقم 3. في أسئلة قبل من غادر يا شباب يا بنات، في سؤال؟ الأمثلة راح تكون متشابهة ليها، يعني راح تكون بسيطة يا شباب. اليوم خلصنا الوحدة 3، الأسبوع الجاي إن شاء الله راح نخلص الوحدة 4 و5 و6 و7. خلاص يا شباب، يلا جزاكم الله خير، تصبحون على خير.